شخص الداء ومن ثم انكب على وصف الدواء. انتقادات غير مسبوقة ساقها البابا فرانسيس ضد الإدارة البابوية للكنيسة الكاثوليكية في العالم وهو رأسها. ابتدأ هجومه يوم الاثنين الماضي في عظة ما قبل أعياد الميلاد أمام الكرادلة. حدثهم عن 15 مرضاً يحدق بجسم الكنيسة. قال لهم صراحة إن الفاتيكان يعاني من البيروقراطية ومن الخرف أو الزهايمر الروحي ومن إرهاب النميمة ومن التعطش للسلطة ومن أمراض أخرى غيرها. وفي قداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد عاد البابا فرانسيس ليؤكد أمام الآلاف ممن احتشدوا لسماع عظته في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، عاد ليؤكد وجود تلك الأمراض وليعبر عن أمله بالتخلص منها في غضون عام. إلا أن البابا حرص على أن يضمن عظة قداس منتصف الليل رسالة موجهة إلى 1.2 مليار من أتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم، رسالة مفادها أن في نور الله تبديدا لكل ظلام. إخوتي أخواتي الأعزاء، دعونا في هذه الليلة المقدسة نتأمل مشهد القيامة. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، فالبسطاء المنفتحون لتلقي هبة الله هم من رأوا النور. أما المتغطرسون المتعجرفون الذين يسنون القوانين حسب معاييرهم الشخصية والمنغلقون على الآخرين، فأولئك لم يروا النور. وللعالم الغارق في المشاكل والأزمات وجه البابا فرانسيس أيضا دعوة لرفع العدل والمحبة سلاحا في مواجهة الصعاب. السؤال الذي طرحه وجود الطفل يسوع هو: ترى هل أفسح المجال لمحبة الله لي أن أشعر بصبره، بقربه، بحنانه وبلطفه؟ والأكثر من ذلك، هل لدينا الشجاعة أن نستقبل باللطف والحنان المشاكل والصعاب التي يواجهها من هم حولنا؟ أم هل نفضل الحلول الشخصية التي قد تكون فعالة لكنها تفتقد لدفء الإنجيل؟ وإلى أي حد يحتاج العالم اليوم للطف والحنان؟ البابا الذي سيوجه أيضا من على الشرفة الرئيسية المطلة على ساحة القديس بطرس رسالة عيد الميلاد إلى العالم، كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مفاجئا لمواساة لاجئين مسيحيين عراقيين بينما كانوا يهمون بالاحتفال بقداس عشية عيد الميلاد في أحد المخيمات داخل العراق، وقد خاطبهم قائلا: أنتم مثل يسوع ليلة عيد الميلاد. هو أيضا لم يكن له من مكان يلجأ إليه، فاضطر للفرار إلى مصر لاحقا للنجاة بنفسه. احتفالات الفاتيكان رافقتها احتفالات بالمناسبة عبر العالم، بما في ذلك بيت لحم مهد يسوع المسيح، والتي احتشد فيها آلاف المسيحيين من جميع أنحاء المعمورة، وشهدت كنيسة المهد فيها قداسا شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي كانت له بالمناسبة رسالة سلام. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى علينا ونحن نتمتع بالسلام ونتمتع بالاستقرار، ونكون قد انتهينا من التطرف والعنف الذي يسود بعض مناطقنا. وعلى وقع قرع أجراس الكنائس في ذكرى عيد الميلاد ترتفع أيضاً أصوات الصلوات والأدعية تضرعاً، لتصمت أصوات المدافع والبنادق والرشاشات في منطقة الشرق الأوسط مهد المسيحية، والتي بات الوجود المسيحي فيها مهدداً بفعل العنف والقتل والدمار. ضاحي حسن، BBC.